النهاردة هكون بجاوب على سؤال جالنا من المشاهدين بعد ما تعرض البرنامج، وأعتقد أن السؤال هيكون من أهم صفاته أنه طالع منكو، مش مجرد أن أنا بسأله وبجاوبه، وكمان هيكون بيتفق مع الفكرة اللي بيدعو ليها البرنامج، أنه زي ما بتسمعوا من المسيحيين ما تسمعوش عنهم، لما يكون عندك سؤال تسأله ليه المسيحيين ما تجاوبوش عنهم. مين هو المسيحي الحقيقي؟ وإيه الفروق ما بين المسيحية وبين أي ديانة إبراهيمية تانية؟ أقدر أعرف المسيحي الحقيقي إنه الشخص اللي ليه علاقة حقيقية بالله اللي عرفناه في المسيح، وده عملياً معناه إنه شخص بيؤمن ويعمل، يؤمن بكل اللي جه في الكتاب المقدس وتحديداً بألوهية الرب يسوع وإنسانيته وصليبه وقيامته، ويعمل بوصايا الكتاب المقدس، مش بمعنى أنه طول الوقت بينجح في تنفيذها، لكن بمعنى أنه مقتنع بسلطان الكتاب ومصدره الإلهي، فهو بالتالي طول الوقت بيحب الله وبيستمتع بالخضوع لوصاياه، حتى لو كان في وقت مش بيقدر يعمل ده، لكن وقت استثنائي في حياته مش الطبيعي أنه مش بيخضع لوصايا الله. الفرق الجوهري بين المسيحية وأي ديانة تانية غير اليهودية، لأني ما أقدرش أفصل المسيحية عن اليهودية فصل كامل باعتبار اليهودية هي الورث المشترك بيننا كيهود ومسيحيين، الفرق إن كل الأديان بتديك شوية طرق أو وصايا علشان توصل لله، لكن المسيحية بتعلن عجز الإنسان عن الوصول لله، وبتعلن في نفس الوقت وصول الله للإنسان من خلال المسيح اللي هو الله المتجسد. فإن كان الله في الإسلام مثلا سبحانه وتعالى، فالله في المسيحية سبحانه وتنازل.